ثاني هذه المبنى بعد اشتغلت عليها إدارة المهرجان وستشتغل عليها طبعا في السنوات المقبلة خصوصا على مستوى الانفتاح في بعض الجماعات الأخرى في الجهة وعدم التمركز بمدينة أكادير وهنا خص بالذكر جماعة تغزو. أنا غنحاول غير نعطي غير واحد تعريف على المنظمة السيوف في المغرب. هذه منظمة السيوف هي تابعة هي الراعي الرسمي ديال اليونسكو مكتب على اليونسكو في كل دولة في العالم كاين هاد المنظمة اللي سميتها السيوف اللي هو لو كونسي انترناسيونال دي زورغانيزاسيون دو فيستيفال دو فور بلون. كل واحد في الطبيعة اللي بغا ولكن هاد الشباب هادوما يعني عندهم قوة كل الجهات المشروع اللي يعني المدينة ما تقدرش عليه وحدها. إذا هما هادو نعتبرهم سفراء اللي شرق آسيا شرق الناس خاصة منهم وأكثر من هذا يعني تبناتهم أكبر مؤسسة دولية اليونسكو سي با اليونسكو المهرجان هو من 10 ل 14 يوليوز 2019. الفرق الدولية المشاركة أو ضيف شرف هذه الدورة الثانية هو كوريا الجنوبية. كاين معنا أيضا إندونيسيا، اليونان، جزر القمر، فرنسا برئيس اليونسكو اللي حضر شخصيا فيليب بوسون وبالاضافه الى رؤساء اليونسكو بالكوت ديفوار. دونك فرق محليه مغربيه ايضا يا احواش الروايس عيساوه دماوه رقصه نحلق العتم الكونه والفن الصحراوي والفن الشعبي. دونك هذا المهرجان ما كيقتصرش غير على السهرات الفنيه اللي في الهواء الطلق ابتداء من 8 ونصف ما كيقتصرش غير عليهم ولكن كاين ايضا تنشيط في اماكن عديده في فضاءات اخرى في مدينه اكادير. معاذ غزيل المدير الفني للمهرجان الدولي للفولكلور التقليدي. طبعا هذا المهرجان هو كيبقى فرصه لالتقاء مجموعه من الالوان الفنيه اللي من خلاله كنشهدوا واحد التناسق فني بين المجموعات اللي كاينه والالوان الفنيه اللي كاينه في المغرب. حنا صحيح ان الطعم ولا البرنامج الفني هو غني بمختلف الالوان الفنيه الروايس احواش قناوه الشعبي عيساوه الدقه المراكشيه الى غير ذلك. كذلك نمزج هذه الالوان الفنيه المغربيه ونبين هذا التعدد للضيوف اللي عندنا من مختلف ربوع العالم. صحيح اننا هذه السنه نستضيف كوريا الجنوبيه كضيف شرف ولكن هذا لا يعني اننا لن نبين التناسق ديال الفن الاسيوي مع الفن الاوروبي وكذلك الفن الافريقي. اشكر من خلالها جميع الشركاء على راسهم وزاره الثقافه والاتصال قطاع الثقافه، المجلس الجماعي لمدينه اكادير، جهه سوس ماسا، ولايه جهه سوس ماسا، المجلس الجماعي لايس ملولو تغازوت وكل الشركاء الذين ساهموا اولا في نضج هذه الفكره. صحيح اننا كنا كنعرفوا الدوره الاولى كيفاش دازت، الدوره الثانيه برنامج غني اكثر ونسعى جاهدين ان الدورات المقبله تكون اكثر يعني تنوع واكثر غنى. التنشيط الثقافي والسياحي للمدينه يلعب دور كبير وبالتالي احنا ما اقتصرناش على مسرح الهواء الطلق يعني كمكان رئيسي لهذا المهرجان ولكن يعني كاين عروض في مختلف ساحات المدينه.